خلال 20 عاما مضت تطورت أفغانستان بصورة ملحوظة وعلى جميع الأصعدة، وإن بقيت حالة الاقتتال والتفجيرات مستمرة لتعيق هذا التقدم. حفيظ الله قل، أحد أشهر صانعي السجاد اليدوي في أفغانستان، يؤكد لنا أن هذه الصناعة الأشهر هنا مرت بفترة عصيبة خلال العقدين الماضيين، لكنها آخذة في التحسن. صناعة السجاد تحسنت كثيرا خلال السنوات الماضية. هذه الصناعة تساعد في توظيف أكثر من 1,000,000 شخص، وتدر على الدولة حوالي 400 مليون دولار، لكننا نطمح بمساعدة الحكومة والمجتمع الدولي أن يزيد عدد العاملين في هذه الصناعة إلى 6 ملايين، وأن يزيد العائد منها على 1,000,000,000 دولار سنويا. تعتبر عايدة مثالا واضحا للحرية التي حصل عليها الأفغان في التعليم والحرية بالنسبة للشباب، لا سيما الفتيات. فعايدة التي تعمل مصممة أزياء ولها عملها الخاص ترى أن الأمور قد تغيرت، وتتفائل بأن الأفضل ما زال قادما. في 10 سنوات الأخيرة حدث الكثير من التقدم، فالنساء الآن يستطيعن الذهاب للمدرسة والبدء بأعمالهن الخاصة، وقد أصبحت للجميع الحرية فيما يرغبون بقوله أو فعله، بخلاف ما كان قبل 20 عاما فكل ذلك لم يكن مسموحا. التطور يبدو واضحاً على صعيد البنية التحتية والكهرباء والإنترنت، وإن كانت التفجيرات والأعمال الإرهابية تؤثر بصورة واضحة على جودة هذه الخدمات. قبل 10 سنوات لم يكن هناك 3G أو إنترنت جيد، لكن الآن لدينا 4G ولدينا أحدث أنواع الهواتف الموجودة في أمريكا. هذا التقدم كان من الممكن أن يزيد بصورة كبيرة لو كان هناك سلام. فيما تهدد التفجيرات والاشتباكات شبه اليومية بتوقف وتيرة هذا التطور النسبي. تطور وإن حدث خلال الأيام الماضية، إلا أنه لا تزال تواجهه الكثير من العوائق والعقبات، أبرزها اقتتال مستمر يتمنى الجميع هنا أن ينتهي بسلام دائم يغير حياة الأفغان إلى الأفضل. أحمد بجاتو، العربية، كابول.